كل واحد هنا سنة غيرتها ودن اللي حرتها هالكني وبرت يوتيوب كان كله نمر بنا على سعتان وحنا ما أنتوا سوقان دونا حالة دي وجود بدل كيتوبيا كار أهم دول الدجال في الصومالي ده أول قصة شيء الدجال عاد قرار إنه ولا حيو عن فرتة إيه الصومالي ده وسوقان دونا هي حالة دي وجود دول الدجال في الصومالي ده كجرتو عن كلا سوقان دونا عن فرتة أوضاع شعبه جديد كلا دكت إسلام كار الله يسي أيضا سوق بين دونا تكاسين وهذا الصوماليات أوكي من ذلك أي وجان عن كلا سوقان دونا دولة جيبوتي واحد كذا كحرتين سومالان إسلام كان عيد مقصود على حدود كي سومالان لو ذاتو حنقول قصة قاعدة نمشيناش ده بجوا دولة فرق سومالي برلمان كي كتبنا يعني كدبنا كعذون وين حلوان هذا بلعبنا قصة قاعدة نا حالة يقودا بيقودا أهان قودا أهان سوماليا لأن حسن الشيخ محمود يدور يسوي كجوابتي هذا الكلمة كاسية كسوير لطليا أمني قرن قاره إسلام كان وزير قاره محمد عبد الله فرماجو أرمه دبدا وما سنت برامج شرق راي ملفق نكرسية برامج يقول صدق صاحب كيف رقد إن فرقد برامج كمر فرق صدق أديات بدو ما سنت هاي السودان غوريو واندا وهاي سدو كلنا برشدة الصوماليات بان سلام يا مل كستو أي دنيا كجوجان إن فرقد إن وحجر دجال كدعي من كا يو قرب عيسى ساكي إن قرب عيسى عندنا عن رفاق دولت كده دجال كدعي من لغو مجعابه لفا رجع أي وحلي وحور سوق هذا عفرته دجال كده ولو صعدا سلام كان عيد ماذا صمالدو دجال وين أي مركز كالهرت جن وحين شجعنا إنك تقول استن والمحاوض ده بيقول كسيتي غوريو أديات بدو ما أحسنت هاي مر والبا وهرتا إذا قاعد سين تدقن هذا سوي كجو أنت هاي أما خدك إنترنت كهان نقطة أما تلفون هذا هن نقطة ودول ودول إسك رجع أنا ويا لكن وحنا لوش جاي أو أي مقرن ساي سراكيل أي نوش جاي إن ساكا صبح نمدي هراء إذا ماذا أما كوحة عندنا كردو أي دقال كسو قادين ماشي لقو مجا عبلا فه رجع أو أي كسو ناين دركا قلبيات كسيتي ملشيات كقلبيات كسيتي يولبع إذا ماذا دول دجان كسو مالذا أي وير حوجن كسو قادين أي كدون ينجبهم بس اللي جاس وين إن أي كابس إن أي كابس صدان أي كويا للدولات كمجالدا عنوفه دجال كان سيدا لا تلمام يو دجال أي سوء أبابولين أو صدح دي بري وجودا بيسبه ولا جور هي إن أي دولة كسو قادين دونان دجان داسي دجال كينا ما أنت وحويا نحل ده هيو استاجو دجال عرس بوها أو صدح جحو أي سلي جاسي كسو ورين هو كنوع يسكر دون أيانا مقرنا يساي أي كسو ورين لكن الحمد لله سيدا أي نوشة جيان وحويا دي قرمك وجوه الرجيب ولا جبيي قرمك كلا أي سو جاره هي دقال كنوا وصل ده بين ده المرد حوان لهذا لي لكن وحويا نبنك حردي يدقان ذي مقرنا ساي إذا ماذا كسر قنايل سوين بلوج الدفاع محبيس دوري طبعا قعنتها لوج دقي دمشي ده وعنا ويجيران لبذا دنعبة لكن وحويا وحيدهم وقول والحمد لله وحايو كتلة جشنايين إن صدح الجهة كسو ورن سلقا سيوين إن أي دربة أي قعانتا كتلة سي أي ديغانة كلا يسوغو سيفريان مركا إذا ما يأدو فربضان بيهاين وحا ويرركا كياني و إلا صدح جير باي ويرربك ويرركا كلا دوبان كسو قادين وصدح ديبا والو جبيي دقال كنا دقال استاقا هيا موهو ودقال وحويان قردر قرب أقويي marka waxa weeyaan hawsha waa ay socota gooniyo waxay ku dambeyn doontaan ilaahay baa og laakiin Itoobiya oo dilba dagaalkan ka wada dhan waxa weeyaan qoomiyada canfartana waxa weeyaan Itoobiya dabada ka wada in badan baan ku soo celinay in istaraatiijiyad weyn laga leeyahay deegaanadaasi oo ay isku xiran tahay mana istaageyso ila Soomaalida laga barakiciyo gudahaan ba gobolkaas city oo la soo gaarsiiyo dir dhab wixii xaga ka soo waa sida Itoobiya qorsheysay qorshayaal farabadan baan laga leh dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba waqooyiga dalka Soomaaliya waana dagaalada faraha badan ee magarnaysay soo noqnoqonaya ka socda deegaanadaasi marka wad mahadsan tahay aan sidoo farabada horta dagaalkaani mar walba soo noqdaa dhanka iyo aan canfarta mar walba weerar isku soo dayda dagaaladeedan wax soo celinna waxa la canfarta way qosan laadahay Soomaalidana way ka adkaadeen bal wixii ka soo koray dagaalkaasi toos ah ay ku soo gudbin doonaa aan halkan ay si toos ah uga socon doontaa aan farabada dhankan kale hadaan aadno in muddooyin kale soo dhaafay waxa la sheegay in ay jiraan xaalado kale oo kacsanaan ah isla markaana gudaha dalka Itoobiya ka jirto si marka loo fiiriyo ciidamada Soomaalida waxa la soo dhigay ciidamo farabadan oo Itoobiyaana isla markaana shaki weyn laga muujinayo sababta loo soo dhigay qorsheynta ay leeyeen ciidamada Itoobiyaanka lagu soo gurayo dhanka ay dowlad deegaanka Soomaalida maxay tahay والله هو تيتوبيا ماله ولا بقى ما بل ولا بوحي من قرن يساي صودا بشا وحويا إذا ما فر بدن أو عصب أو سوق الجبيه تيتوبيا جودة هم بقى وحويا لحد السنة هاد وجودا بيسيب وحكس عطي إذا قرص يو حكس عطي تبى برا لكن هاد حكت أنا هلا وحويا
إثيوبيا دلنا يرد وفرها بدنا أول بمليار إيه وحجارة يا إذا ماذا نوعية ذكر الدوام بإثيوبيا قرن يسي مرك مالبي وجودا بسوارت ولا العا وح أيضا القراء ما وح أيضا إسقراء باب ولا العا ودي جانا قسم باب الربا إن هذا جد أيضا لو قرا إثيوبيا لما قرن هذا كهر هل مليار بيشجعن لكن هذا قرشود وحويا سيد الشجع إلى سيد حمليار وأبيك ورقاته وملشيات كل نوعية ذكر الدوام قوتها وبرفي عنها يستي قوة أنت وبرفي عنها يستنى بأنت بيسوب حيالة أي إثيوبيا قالتي marka ciidamada u fara badan oo cusub oo aku isoo qalin jabiye ayaa la keenay ama la dul dhigay ciidamada dowlad deegaanka ee kaga sugan deegaanadaasi la isku hor fadhiyo canfarta oo ayadu dul balaarsi doonaysa marka ciidamadan waxa la garan leeyahay inay noqon doonaan abaabulka xoogan ee hadda canfartu ay ku jireen in ay markay soo qaado ay dhabar jabin ku sameyn doonaan iyo inay qorsho kale u joogan labadaba lama garanayo inay basaasiin yihiin oo basaas u basaasayaan canfarta intuu way dhici karaan laakiin دور دجان كسومارد السركيل أو حكى ويديني وأيك جابس إذا نكلو جم جعاب جونيو وأنا حالات عكرنا كل وان أجان دورنا. دجال هذا فانو محاود بيا عيد أنا كايو فانو مدوين كل صدف وحيري أن هوب فربضنا كيرجرز جودها دلك السودان أبي أحمد واقي السودان تجو يري ورني أو يقد يا أن هوب كان عسينة سان ما كان سيان سيلع لو هاي عيد ما نكون دور وياه أو سند ملتري عن مركز سالك سوبرات سود. محي كلها هاي إن السودان أولي شيل أيو أن أبي أحمد أولي هاي يلا فنجرين نعم حاردة. horta balheshiiska waa noo soo noqon doona laakiin muhiimadu waxa weeye ciidamada horta ugu faraha badnaa oo xoog gafaana ayaa maanta waxay galeen iyo shalay ba ku qulqulayeen deegaanada walayto iyo maxaan ku dhaa goojam iyo deegaana far badan bay ku qulqulayeen waliba si weyn baa lagu soo dhaweynaya sida hadda muqaalada ma garanaysaa ee baraha bulshada lagu ay ku faafinayaan xoog gafaano ayay ma garanaysaa si weyn waxaan la leeyahay waxa wax ka bedelay inay soo galaan iyo dagaalada general tafara وأهم جري مدحي هور إذا مدى بيو بورس كون بدو وحدنا دولة إثيوبيا أيا وسيد دي سي تضبات كي هور كدمنا إسلام مركب وحوسكا حاضرية جيد هور حوغا قفانا يوسكا حاضرية جنرال تفرر وانا خبر الله هو مدى دير كسو شقية إذا مدى ملترقة يوليبا إذا مدى ليو بورس كي إذا قلنا داسي مدى دير كسو شقية وانا نين أي حبشين نمدو كوة انتهي مركا سراكيشي تضبات كا أودن بي يقوسن يسي أيو كمن نقضاء وليبا وانا نين كا أو عانسان مركا قبل كان هادا مقرنا يساي والله يتلا لي يهي إذا مانا فراحة بادان إشال يدر هاد بكو قول قول هاي الوسو لوين يهي وحويا إساق مركي وقبصدي قبيا هام با وح الله الوحي ري والله يتاع ما وح الله الوحي عمحاري أف قدودان با وحي وضراعين نمكي لغو مقا عاب الجيري فانا أيه وضراعين مركا وحويا ديغان دا سولا حوغن با يا كتاغن سراكيش هادا بحصتي سراكيل هوسات كمركا لغتو إلا سديت سرقال ومدول باب عيدما يدو فربضان واتبا إسوب يبي حوغن قفانو وأنا أريد أن هذا مكرنا يساي نينكي وقابل سنة جيسك أفريكا ميك هاما وتضبات كان وقو سيغن يهي مقالة أدي السبابة وكو دون يبال حالة أدي السبابة إيو ديغان كأب حارة إن لدتشي ما دامي أي تهي حالة كعسانانا سيدو كلا تضبات كي هو رواسيات شيغي سي وحو قاري مقالة بورتو السودان أو آم مقرنا يساي كون يشان بقولو كيلومتر وجرتا مقالة خرطومي عاصمة دل كاسي السودان مركا وحاول كلا كل مهال كاسي مدحتوية ربع كده سنة أو دولة دن مقرنا سعيدا كي عبد الفتاح نيكا لغو مقا عبد برهان هي دولة دي سأيا سليقة وقوين مدحتوية هلا كاسا بسي مادام وخرطوم أي نسكو آمين الكرنو هلا كاسي أي نقطوي ميال عدق أي نقطوي ودقا الله انت بضان أي هرايين marka arintii waxay keentay in abiyo u soo bandhigo qorsho ah war adiguna waxaad ugu hubaysaa hadii bay ku soo magliye faara iyo tigreeb aad ugu hubaynaysay aniguna waxaan kugu hubaynayaa nimanka lagu magacaabo hadii bay ku soo magliye dacmo sariic baan kugu hubaynay marka niyahu inaan dibka intaan kala deysano aan taga deporti suudaan wax kala soo dogno xidhiidkeenana aan waraajino qorsheheenana aan ka dhigno qorsho ma garanaysay laba dowlad ee xidhiidka suudaan iyo etiopia ay lahayn jirtay aan soo xilino nimanyahu aniga saas ay la kuban abdiftaax burhan ninkaasina aad buu soo dhaweeyay generalkaas aad buu soo dhaweeyay marka lama hubo kulay in kasoo dawladda far badan ay ku daaban yihiin oo Ethiopia waxa ku daaban dawladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa militaryga dalka Suudaan inay meesha ka saarto oo hubka intii lagu soo dajiyay Ethiopia ayaa looga gudbiyaa magarnaysa deegaanka Benishangulka xadku kale leeyahay ayaa looga gudbiyaa South Sudan baa looga gudbiyaa meel far badan baa looga gudbiyaa nimanka lagu magacaabo dacmo sariic dhanka kale ee magarnaysa nimankan ciidanka militaryga dalka Suudaan haystana waxa gacanta ku haysa masaarada oo ayagana masaarada aad u taageersan masaaraduna waxa weeyeen maadaama Ethiopia ka soo horjeeday Eritrean kuba ayagana xoogaa gafaano iyo TPLF-ta labaduba waa lagu hubeynayay waana qorshada dawladuhu inta badan ay sameeyaan gooniyo markii ma garanaysay
الدولة ده أي معارك كوسه وبيسين هذا أذكره معارك كاتكوه بيسه وأهرين حالته الجرتوي مركه وحويان إني حلا هوش على سكة بين دوران إنك استوس قول في عنو سلاين أبيه إني كده بين دوران إيه إن كلنا لجمهورهم لكن حالته وحالتك عسموي إن شدة فرق ده مع سنتاي إن وحنا عادنا دنكا يو سوماليا إن مدوين كل صدى في واحد الحدود ك إن جيبوتي سوماليا وسفرنا إن حر رأيك دحي نعسيك دحي وضبيتي هل كانوا حرليه وحرت دولة جيبوتي كده من عيدا ما يكون هذا الشيء أو مركز المعارضة أو هذا السيد كسر جيده وده حلق اللغاية السيلة حدود كنا كحرتين وحال وحسام الله كيم أنا أردت أم حكينا سان والله يرتا أرنتا وحويان ده بقال لير بانكو هاي ني نكا لغو مغا عابو غوريو لكن بلنتا أنا أرنتا زي جبوتي سومالي لاني حالاتها أنا كهلين وحاجو تي إن ممكن عفرتها عيدات سوماليات كلها يين ديغانكا awash iyagoo u sii socda magaalada ee magaalada Addis Ababa Soomaalida in badan baan uga digna kuwa dowlad deegaanka Soomaalida kuwa Djibouti ka imaanaya kuwa Soomaaliland ka imaanaya inaan waxaan uga digna halkan mar walba aan u sheegna inay wadada isticmaalaan qof kasto wadanka dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga iyo dira dhaba yimaada inuu wadada mara isku xidha Addis Ababa iyo yahay bay ku soo ogol yahay deegaanka Soomaalida waan uga digna sababtu maxay tahay awash marka la maray halka canfarta luqun bay kala yihiin oo way yimaadaan oo way soo galaan meeshaasna wax ciidan oo jooga ma jirto Ethiopiana maanta qalalaasi xoogan baa ka jira marka halka intay isbaara u dhigtaan buuraha dhexdooda oo baabuurta qabtaan bay qof kasto ee Soomaali ayay kala deegan kadibna way dilaan marka hadda dhalinyaro Soomaaliyeed oo farbadan bay halkaas ku laayeen dad Soomaaliyeed bay ku direen dad Soomaaliyeed gabdha Soomaaliyeed ay ku kufsadeen marka ee dadka Soomaaliyeed ka imaanaya maxan gudaha qoyiga Soomaaliya Djibouti iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida waxaan uga degaynaa wadada isku xidha magaalada Jigjiga iyo Addis Ababa in ay maraan baan uga degaynaa waxa kale oo u sheegaynaa in diyaaradda wax weeye wada raqiis ah waa 4 kun oo bir meelahaas baan u maleynayaa inay tahay in diyaaradda Ethiopian Airways inay ka raacaan halkaasii oo mutawqiyaha iyo si sharci ah ku tagaan magaalada Addis Ababa laakiin arinta ah inay wadada maraan khatarteeda ayay leedahay waana khatarta mar walba baan uga degayno dadka shacabka ee maraya wadadaas haddana su'aashaad u soo noqdo muddo in muddo waxaan ku haynay daba galba ku haynay barnaamijka soo cusboonaaday ee isku dhaca ah ee la leeyahay Ismaaciil Cumar Geele iyo waxa isku dhacay hadii dhay ku soo magaliyo Muuse horta arintaasii waan soo ogaanay waxna kama jira arintaas wax alaal wax ka jira ma ay jirto ninka lagu magacaabo Cali Bahar oo la leeyahay yani wuxuu ka soo jeeday awda la isteeyay iyo waxa kulmay saray iyo waxa kulmay saraakiil uu hoggaaminayo wiilka madaxweyne Muuse Bihi uu dhalay ayaa bishii 12-keedii waan soo bandhigi doonaa sawirada barnaamijkeena dambe ayaan ku soo bandhigi doonaa haduu Ilaahay ila sawirada meesha ay isaga qaadeen marka 12-keedii bishii ayay marfash marfash waxa la ila meelaha lagu qeyla leeyahay marfash uu leeyahay taliye sare oo ka tirsan ciidamada maxaan ku dhahay dalkaasi Djibouti waa taliye ku xigeenkan jeclahay waliba inuu yahay uu leeyahay ama meel lagu qeylo ayaa la isugu tago lagu wada qeylay marka waxa weeyaan barnaamijkan waa barnaamij ay muamarada oo ay soo maleegtay Djibouti walaan reexaatumi ee meesha tagay iyo hawsha la leeyahay waxa looga soo horjeedaa Ismaaciil Cumar Geele way is loog yihiin barnaamijkeena dabana kulli ku faafayn doona Ismaaciil Cumar Geele Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Bihi barnaamijka ka wada socdaan baa jira saddex taliye oo madaxweyne Muuse Bihi asaga jifadiisa wiilku dhalay iyo laba general oo kale oo saddex baabuur wata ayaa 12-kii bisha waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Djibouti waxayna tageen magarnaysay meesha lagu magacaabo Koran oo ah xeebta magarnaysay dadka dalxiisayaasha iyo dadka khaaska ah ee dawladda u yimaada ay ku dalxiistagaan hodheelle iyo magarnaysay meel lagu tamashilay oo lagu dalxiistaga ayaa la geeyay kadibna waxa weeyaan wada hadal ayaa u socda hawl marka weyn oo aan kulli barnaamijkeena dambe kaga faaloon doono oo saddex geesood ayaa socda waxa weeyaan xataa reexaatuma barnaamijka loo dhigay la leeyahay khaatumi iyo waxa isku dhacay iyo khaatumi iyo khaatuma loo yeero de waxay tageen meesha lagu magacaabo Djibouti bay tageen oo arinta waxba kama jiraan reexaatumo 10 milyan baa la siin doonaa oo dollarka Mareykanka si dacwadii heeg ay geeyeen Ismaaciil Cumar Geele iyo Muuse looga soo celiyo sidoo kale ma garanaysaa waxa kale oo jirta Muuse Bihi 12-ka waxaan jeen November doorashada dhacaysa inuu soo noqdo Rabaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geele ayaana kala shaqeynaya marka film baa dadka loo tuuray qorshihii wax badan baanu sameynay dabagal baanu sameynay sirdoon farabadan iyo wardoon farabadan oo ma garanaysaa madax banaan oo ka shaqeeya maxaan gudaha geeska Afrika nala soo xidhiidhay marka arintaas waa akhri lagu khaldamay way wax ciidamo oo jiro oo ma garanaysay halka ama xadka Soomaaliland iyo Djibouti la keen doono ma jirto ciidamada way jiraan laakiin ciidamadaas waxa ay yihiin barnaamijkeena dambana ku faafayn doona haduu rabeedmo laakiin xaaladu halkaas ay maraysaa laakiin Nasir Gaalo ku soo hadlay saakay dhanka Isaylac wuxuu sheegay
إنه يعني سرقال سرع وكثر سنة عيد ما ضاوز السيد إلا ما بقولي سلام كان عيد ميس بورا قلنا يعني دقلنا إلى قل دون السومالا تاس المحي كل طاي وحاجرة وحاجرة ضد أيو إسكود السؤال بقولي بحاجرة ضد إسكود السؤال بقولي بحاجرة وشعك أوضل السيد يقولي بباش عيسى باش صبرون يقولي ببلاها دقة دقنا ناس دقة أي سؤال السؤال بقولي بحاجرة وبورا قلنا لكن أنت عيد ما ضاوز السيد جبوت يمجر رئيسا حسن شيخ محمود يا هاوش عسى كود السعودان وعيدا ما لكينا يعني وحاس وحبا كمان جيران كونن وحاجة تلاطة وبرا يو سبيشال فورس يا ولاطة وبرا يا مدحونا مصبيح يا ديارة خاصة ولسيه مجرنا إذا مصبيح أو ديارة هليكوبتر أو أيلة هدلك جبوتي أو بودك يا وحياة واحد ضيع ترك أوبا أنت هلا جلس وبدل يو عاصمة ده دي السبب ماشي ضيع ترك ديارة هاي دلك عسي توب يا كل هاي لقى جلس وبدل يو دوارنا وأرك دونتها مصبيح أو ديارة هليكوبتر أكو صعدوا ديجانا ده كوب وقنا يا أرك دونتها حيل قدور شدة أيكو صعدوا مركا برنامج وحاجة جبتها صدق جيسود أو لقش قينا يو أو سيدي مدحونا مصبيح نوفمبر وكسر نقول لها سيدي مقرنا يساها دي به كوسو مقولي إسماعيل عمر قال لدلك هاسي وحو هايستا جبوتي بو هايستا لكن حسن شيخ محمود أنا أستغى لفتقيسو قرشيه با سعودو ولفتقيسو كوسو نقول لها مركا قرشيه سيد حقيه سود أو مصبيحي حسن شيخ محمود إسماعيل عمر قال أي كودا شقينيان باجرة وانا قرشيه دير أو دبار دير أو ددك وحالو توري سيئي وصو نقضان وحالو توري مقرسة فيلم با لوشي أو فيلم كي واجهة سعودو ودل با يا لو توري وانا أرين خطر تيدالي أو أمد الصوماليين ما أنت أين فهنسنين وانا كغهل دونا برامش كاسو ففاسين برامش كينا دم أيانا كغهل دونا فرق هذا جاي ده ما سنتها إن برامج كنا إن عندنا كاي مجال مقدسه وحجره إن عرمه مشينا دولة الصومالية لو كعين مدوين كل صدى فحن لي حلا وأنا ذا يا قرقود كعسن وحن لي وعنا مشينا لكننا وزير كإن مالي ذا يا كم ذا تك مشين كلا جوا ذا وحكى لكم ذا بدعينا الصومالية حسن الشيخ محمود وأيقون إليهن إن مركز حيل بده شلون لو يستو إن حبزة برئي حكومة دي سنة مشينا جون يا كير لكن حكوا هذا أنا هذا المذوب أو مركز وقامي برلمان كا federaalka Soomaaliya oo qabala ay mashiinadaasi siyaas daraad waxay sheegeen inuu ku dhaxmelmay in arimaha filaa Soomaaliya ardaasna oo ka wantoobo haddii kale ay markaa asag naftigiisa mashiin la keen doono wa maasaatay barnaamij shir garay mal fogna garcia inta barnaamijkan barnaamij la kulmo doono waxaan ilaahay fi amaanillaah